بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. سيدي المحاضر المحترم عدنان الجدري، مرحبا بكم في العاصمة الإسلامية فاس. إن الشخص في وضعيته الإعاقة الحركية أو أصحاب الهمم كما يقال يتمتعون بالذكاء والسلوك الحسن والجمال، رغم أن بعض أعضاء الجسد لا تستطيع القيام بوظائفها كاملة. أما عن العلاقة الجنسية فالزواج المشروع بذكر أو أنثى من الأشخاص ذوي الإعاقة يكون بفضل الله المصور ميثاق غضير مبارك من الرحمن، وتنجب منه دنيا معافاة وصالحة للمجتمع، ويعتز بهذه الدنيا حينما حلت وارتحلت. اسمحوا لي أن أقول بأن الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة في الفكر، أقول الإعاقة في الفكر وليس في أعضاء الجسد. السؤال مطروح هو: إذا كنا معافين ولله الحمد نبحث عن الاستقرار والحب والسعادة والسلم والسلام والأمن والأمان، فما هي التوصيات التي يجب أن يعمل بها أصحاب العقول النيرة والمفكرين والمعافين ومن يهمهم الأمر في الحكومة أو خارج الحكومة أو المجتمع المدني لصالح هذه الشريحة في المجتمع التي نعتز بها رغم هذا الأمر، لأنه أمر إلهي. وشكرا لكم على الإصغاء والمتابعة للسائد الجمعوي محمد السائد.